يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعوة إلى حرية العقيدة والتي يدندن حولها الكثير من دعاة الفضائيات في هذه الأيام، ويستدلون بقوله سبحانه لا إكراه في الدين؟ حرية العقيدة هذا معناه أنه لا أمر ولا نهي ولا رسل ولا كتاب، إن كل حر. لو كان هذا القول صحيحاً ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا أنكر على عباد الأوثان عبادتهم، هذا قول باطل يخالف العقل ويخالف الشرع. لو كان الناس أحرار في عقيدتهم ما احتجنا إلى رسل ولا إلى كتب، كل واحد يعتقد ما يريد، هذا باطل بلا شك. الله أنكر هذا، أنكر العقائد الباطلة والكفر والشرك والإلحاد، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لإنكار هذا والدلالة على الصواب والحق. فهذا في الحقيقة إنكار للشرائع وإنكار لإرسال الرسل، وأن الناس يبقون على ما هم عليه، ملاحد، كفار، أشرار، مشركون، مؤمنون، بهوهم، هذا ما هو صحيح. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال أحرار يعبدون ما شاءوا، وشرع قتال الذين يعبدون غير الله، شرع قتالهم، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقول أحرار اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني رجعوا إلى التوحيد والعبادة لله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، معنى هذا أنه يبطل الجهاد ويبطل الشرع ويبطل إرسال الرسل، وأنه كل الناس أحرار في عقائدهم ولا يحجر على أحد، يعني ما هم عباد لله، هم عباد لأهوائهم وعباد لمن شاء، لا هم عباد لله، يرجعون إلى عبادة الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. فهذا قول باطل ومنكر. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين، فبعض العلماء يقول هذه في أول الأمر، إنه في أول الأمر ما شرع الجهاد، فلما شرع الجهاد نسخت هذه الآية، نسخت بآية الجهاد. وبعض العلماء يقول هذه خاصة باليهود والنصارى، إنهم إذا دفعوا الجزية يتركون على دينهم، يتركون على دينهم ولا يجبرون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وصاروا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يذلون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية يبقون على دينهم، هذا خاص بأهل الكتاب فقط، أما غيرهم فلا، ما يتركون. اقتلوا المشركين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله. نعم.